نمبر 15 هنا الراجل بيقول لي مديني ايكويشن نص ايكويشن بيقول لي اف اي ان او 3 باي 2 بلس ان اتش 4 باي 2 سي او 3 وهنا بيقول لي كمل الايكويشن دي مش كمل بس ده بعد ما تكملها اعملها ايونيك ايكويشن اعمل ايه ها ايونيك ايكويشن طيب هنا هو كاتب ايه اكوس وهنا كاتب ايه ها اكوس انا هنا مش عارف هيديني ايه علمتك زمان حاجه بس في الانجاز بقى عشان خاطر مش عايز اقف تاني قلنا قبل كده اول بارت بيكون ايه بوزيتيف والتاني ها نيجاتيف وده برضو ها بوزيتيف والتاني ها نيجاتيف ايه اللي بيحصل البوزيتيف بياخد مين والبوزيتيف بياخد النيجاتيف بس يبقى الاف هياخد مين سي او 3 فهنا يديني مين هنا اف اي سي او 3 طيب وعندي الان اتش 4 تاخد مين ان او 3 فهنا يديني مين ان اتش 4 ها ان او 3 القصه كلها اللي هتشيل دماغ الطالب حاجه واحده بس انت هنا كاتب ايه اكبس وهنا يا انا مش عارف دول ايه فهمت انا عايز ايه ولا لا فبالتالي هنا ده اكبس هيغلط ويكتب هنا ايه اكبس انا عايز اعرف ايه الغلط اللي هنا انا قلت هنا معلومه مهمه قوي صح قلت لك هنا ايه كل ها الكربونيت اللي هي مين ها اللي هي السي او 3 يعني مالها مش بتدوب في الميه ما عدا ايه ثلاثه مين هم الان 2 سي او 3 ومين تاني كي 2 سي او 3 ومين تاني ان اتش 4 2 ها سي او 3 ولو خدت بالك تي هنا هو كاتبها لي اكبس ولا لا يعني بتدوب يبقى انت لازم هنا تكون صاحب دي عشان دي هتبقى ايه بقى هتبقى اس يعني بريسبيتيتي واحد يقول لي يا مستر هتفرق؟ اه تفرق لما اجي اكتب الايون كويشن لما اجي افتحها. عايزين نفتح مع بعض يلا. هنفتح ازاي يا شباب؟ الاف اي هتفك اكتب هنا مين ها؟ اف اي. تو بوزيتيف الناس السرحان. ليه كتبت هنا تو بوزيتيف؟ شايفين التو دي ولا لا؟ ده الفيلنس بتاع مين؟ الاف اي. خلاص ولا الفيلنس بتاعي بيتكتب تحتي. والفيلنس بتاعي بكلي بيها تحتيه انا بنبدل الفيلنس ماشي عن طريق الكروس طب نكمل بلس ال ان او 3 بعدها 2 صح؟ يبقى هتيجي قبلها تبقى 2 ها ان او 3 نيجاتيف 1 مستر جبت نيجاتيف 1 دي منين؟ هنا في كام؟ 1 مش مكتوب ده الفيلنس بتاع مين ها؟ النيتريت كمل يلا بلس ال 2 هنا بعد يبقى تيجي فين؟ قبل يبقى هنا مين بقى؟ 2 ان اتش 4 بوزيتيف بلس هنا في مين يا شباب؟ سي او 3 2 نيجاتيف جبتها منين ال 2 ديت؟ هي الفيلنس بتاع مين ها؟ الكربونيت معايا ولا لا؟ معكوس نكمل بقى هنا ده اكوس وهنا اكوس نفس الكلام روح بقى الناحيه الثانيه يلا ده اكوس اتفك صح؟ بس هنا في غلطه لازم اعمل بالانس اعمل ايه ها بالانس هنا في كام ان او 3 وهنا كام ان اتش 4 يبقى لازم هنا احط 2 قبل الاثنين عشان اظبط ها البالانس بتاعي يلا بقى اعمل ديستريبيوت دي بتاعت دي وبتاعت دي صح يتفتحوا صح يبقى انا مين بقى 2 ان اتش 4 بوزيتيف اكويس بلس 2 ان او 3 نيجاتيف اكويس بلس هل ده بيتفكك؟ ليه مش بيتفكك؟ قلنا قبل كده وانت شغال ايونيك في حاجتين مش بيتفككوا مين هما؟ الاس والال دول اوعى تفكهم بينزلوا زي ما هما يبقى هنا اديني مين بقى؟ اف اي ها سي او 3 اس بريسبيتيت ودي مش اي حد عارف يعملها لازم تعرف يكون خد المعلومه دي طيب عايزين نعمل سمبليفاي يا شباب تبسيط كنا بنبسط ازاي؟ كنا بنبص شمال ونبص ها يمين اللي دخل زي ما خرج بيتحذف لان هو ما حصلوش اي تشينج مين بس اللي بيتكتب اللي حصل له ها تشينج تغير اما اجي ابص هنا الاف دي بس مين بس اللي بيتكتب اللي
سوا مش فاهم يا مان. تعال هنا في نوعين من الاينز هنعلم عليهم بسرعه على الفيجن. في حاجه اسمها رياكتيف اينز. رياكتيف ايه؟ يعني عينات متفاعله. يعني حصل لها ايه؟ ها؟ حصل لها تشينج. حصل لها ايه؟ دي ما ينفعش تتصرف لازم تتكلم. وهنا في ايه؟ رياكت اينز. يعني عينات فيها غير متفاعله. ما دام غير متفاعله يعني هي بازل تشينج ممكن هي تتكلم. معايا ولا لا؟ يعني بالعربي ايه؟ زي ما دخلت زي ما خرجت. ما حصلش اي تشينج فيها خالص. هنا في جميله بقى الاف هنا داخله اكوس خارجه هنا بريسبتين. يبقى الاف اتغيرت ولا لا؟ هل ينفع انا اكنسل حد اتغير؟ اللي اتفقنا ما ينفعش يتكنسل. عشان كده دي مش هينفع في كانسر. بص لي على مين بقى؟ على ال NO3. داخله 2 NO3 اكتس. خد هنا ايه ها؟ NO3 اكتس. هل تغير؟ ما دام ما غيرش ما لهاش لازمه، لازم تتكنسل. يعني ما حصلش اي تشينج. يبقى دي هنا هتتكنسل مع دي يا شباب. نخش على الامونيوم. الامونيوم داخله 2 NH4 بوزيتيف اكتس وخد هنا 2 NH4 بوزيتيف اكتس. برضه ما اتغيرتش؟ يبقى ممكن ايه ها؟ تتكمل. السي او 3 داخله هنا اكوس خارجه هنا بشكل بريسبتين صح؟ ما اتغيرش. يبقى هنا السمبلس بتاعي بيبقى هاكتي من الفاهم بس بتغير بس. بس هي هتاكد ان هي ها؟ اف اي اكوس ماس مين يا شباب؟ سي او 3 2 نيجاتيف اكوس. هتروح الناحيه الثانيه اف اي سي او 3 ها اس ده عباره عن كده كام مشكله؟ طب انا جبت الامتحان عايز اتاكد من حاجه. انا عامل الايكويشن دي صح ولا غلط؟ سيادتك هتجمع التشارجز اللي موجوده في الليفت سايد لازم تطلع زيرو. وهتجمع التشارجز اللي موجوده فين ها؟ في الرايت سايد برضه لازم تطلع كام ها؟ يعني لازم بص تكون قد النيجاتيف. تعال كده نشوف بعينينا. هنا يا مستر في كام بوزيتيف وهنا كام نيجاتيف؟ يبقى السميشن بتاعهم كام؟ وده هنا نيوترال صح؟ يعني ايه نيوترال؟ يعني البوز قد النيجاتيف كانسلوا مع بعض، يعني هم ملوش تشارج. يبقى برضه هنا كام ها؟ زيرو. يبقى ما دام التشارج ها زيرو في ناحيتين ما ينفعش يكون اي فاليو زيرو. لازم البوز يكون مكانسل مين ها؟ كده كام مشكلة؟ يبقى ركز تاني لو مش معايا دي البس حيطه. خلاص ولا خلاص؟ لسه عليها كويس. طيب بما ان انا في الايونيك انا هخلص الايونيك الاول ليه؟ عشان الايونيك ديت لازم تجي في الامتحان. دي مهمه قوي قوي قوي. عايز بسرعه اخدها عشان امسك الجوه. Thank you.